بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. I'm Ashraf Khater, Professor of Surgery, Mansoura University, Egypt, and this is our series, Surgery for the Medical Students. And this topic is about how to examine and perils of examination. And we will start by a very important topic, which is examination of a lung or examination of swelling. Many swellings in the body are titled under this title. For example, examination of parotid swelling, examination of neck swelling, examination of scrotal swelling, and so on. So examination of swelling or examination of a lung is a very, very important topic. ويلا بينا نشوف معانا patient, نشوف الكلام ده عملي إن شاء الله. أول حاجة بنعلق عليها, أول حاجة النمبر بتاع السويلينج, بنقول هل هو single ولا multiple, واضح إن هو single swelling. الحاجة التانية السايت, السايت بتاع السويلينج اللي هم بيبدأوا بحرف S, السايت بتاع السويلينج بنقول إن السويلينج ده موجود في منطقة البوستيريور تريانجل وموجود في منطقة النيب, النيب اللي هي الباك أوف ذا نيك, فده السايت. طيب بعد النمبر والسايت الشيب, هل هو له سبيشال شيب ولا ريجولار شيب؟ هنقول إن هو جلوبيلر شيب, جلوبيلر شيب, وفي نفس الوقت هو ريجولر, مش له راوندد أو أوفال شيب. بعد الشيب بنقول السايز. السايز في الانسبكشن ما نقولش الاكوريت سايز, يعني مثلا كذا في كذا في كذا, لا, السايز في الانسبكشن بنقوله بالابروكسيميت سايز. هل هو اوليف سايز ولا ليمون سايز ولا اورنج سايز ولا ميلون سايز؟ تقريبا هنا سايز اوف اورنج سايز او بوتيتو سايز, ده بالنسبه للسايز قدامنا, ما نقولش اي دايمنشنز, نو دايمنشنز. بعد كده السيرفس بتاعنا, السيرفس هل هو سموث ولا ايريجولار؟ واضح ان السيرفس سموث, لكن في حاجه مهمه قوي, في ابارنت لوبيوليشن, يعني ده كده لوبيول, هنا كده ده لوبيول, فده بنقول هو سموث سيرفس ويز ابارنت لوبيوليشن, يبقى سموث سيرفس ويز ابارنت لوبيوليشن. بعد كده الاس اللي بعد كده اللي هي السكين اوفر, هل السكين اوفر ذا سويلنج, السكين اوفر بالانسبكشن نوت باي بالبيشن. سكين اوفر, هل في مثلا دايليتد فينز؟ لا مفيش دايليتد فينز. هل في بيجمنتيشن؟ واضح مفيش بيجمنتيشن. هل في ulceration؟ مفيش ulceration. هل في سايت اوف previous incision؟ برضو مفيش سايت اوف previous incision, علشان بنقول لو هو recurrent swelling ولا لا, لكن واضح ان احنا قدامنا هنا سايت اوف بايوبسي, نيدل بايوبسي, واضح ان التيومر ده او السويلنج ده متاخد منه نيدل بايوبسي, فبنقول في سايت اوف بايوبسي. حاجة مهمة قوي قوي في المنطقة دي بالذات, هل في بانكتم ولا لا؟ بانكتم بيقول ان دي سبيشيوسيست, بانكتم يعني بلاكش اوبننج, حتى انا لو عملت سكويز ممكن تطلع سبيشيوس ماتيريال, فالبانكتم ده بيكيولير او كاركترستيك للسبيشيوسيست. هل في ريدنس او اديما في السكين؟ وطبعا احنا عارفين في البريست في البودورانج اللي هي سبيشيال تايب اوف لينفيديما, طبعا هنا لا في ريدنس يعني يقول ان في انفلاميشن ولا في إديمة. هل في ألسريشن زي ما قلنا؟ كل ده اللي هو سكين اوفر, والسكين اوفر مهم جدا جدا الكومنت على السكين اوفر. طيب مهم قوي اعلق على, يبقى احنا قلنا النمبر وقلنا السايت والشيب والسيرفس والسايز اللي هو الابروكسيميت سايز مش الاكوريت سايز, وقلنا السكين اوفر. طيب هل له سبيشال كلر؟ يعني في سبيشال كلر, واضح ان الكلر بتاعه هو الكلر بتاع السكين, واضح ان هو مش كوتينيوس, هو سب كوتينيوس, فمالوش سبيشال كلر. طيب لما نيجي نقول هل في ابارنت فيزيبل بالسيشن؟ مفيش فيزيبل بالسيشن, لان احنا عارفين يا اما هو بالساتايل اللي بنسميه اكسبانسايل بالسيشن او ترانسميتد بالسيشن, في الحالتين ات از نوت بالسيتنج سويلنج. مهم قوي ان انا اشوف السويلنج ده هل بينكريز السايز مع الكف او الاسترينينج, فانا هاسك البيشنت تو كف او انه يعمل استرينينج واشوف بيزيد ولا لا. سويلنج في المنطقه دي ممكن يزيد مع الاسترينينج بالذات اللي هو بنسميه فالسالفا مانوفر, لو هو منينجوسيل, لكن المنينجوسيل بتبقى سنترال يعني ريليتد للفيرتبري او السباين, بتبقى سنترال وكومنلي طبعا بنشوفها في التشيلدرن, دي بتزيد قوي مع الاسترينينج, بنلاقي السايز بتاعها بيزيد. فكمان ان احنا نخلي العين تكف او يحصل سترينينج علشان نشوف التشينج بتاع السايز بتاع هذا الايه السويلنج. اخر حاجه لو هو في النك من قدام بنشوف الموفمنت ويز سوالوينج او ويز ديجلوتيشن, بالنسبه لنا هنا مش محتاجين هذا الكلام. يبقى دي الداتا اللي انا خرجت بيها من الانسبكشن, عرفت مكانه فين, عرفت السايز بتاعه قد ايه, عرفت السيرفيس بتاعه شكله ايه, هل هو بالسيتنج ولا لا,
في سكار اوف بريفيوس بايوبسي بقى نوت اوبريشن، يعني هو مش ريكرنت لكن هو بايوبسد، بتاخد منه بايوبسي. بعد كده اخش على البالبيشن. البالبيشن مهمه قوي قوي، احنا بننسى ان احنا نقسم البالبيشن الى سوبرفيشال وديب بالبيشن. لازم نقسمه الى سوبرفيشال وديب بالبيشن. سوبرفيشال اعرفها على طول ازاي؟ سوبرفيشال ان انا احط الباك اوف ماي هاند على السويلنج بالشكل ده علشان اشوف فيه هوتنس ولا لا. يبقى بالباك اوف ماي هاند انا بعمل كده عشان اشوف فيه ريليتيف هوتنس ولا لا. وكده ما يكفيش، لازم احط ايدي هنا واحطها في مكان تاني، احط ايدي هنا واحطها في مكان تاني في البودي علشان اكمبير التمبرتشر علشان اشوف فيه هوتنس ولا لا. يبقى دي بالباك اوف ماي هاند تو فيل هوتنس. دي اول بدايه السوبرفيشال بالبيشن. بعد كده التندرنس، وعلشان اشوف التندرنس لازم ايه؟ اعمل جنتل بريشر على السويلنج، جنتل بريشر وايل اي ام لوكينج تو ذا فيس اوف ذا بيشنت او الفيشز اوف ذا بيشنت. يبقى جنتل بريشر ببص على الفيس بتاع العيان ان انا اشوف اللي هو بينفول اكسبريشن. يبقى تعريف التندرنس هو بينفول فيشال اكسبريشن اون جنتل تاتش اوف ذا سويلنج، نوت فيرم تاتش او نوت اجريسيف تاتش. طبعا لان اجريسيف تاتش لوحده ممكن يعمل بين، فانا بقول لا، تندرنس هو بينفول فيشال اكسبريشن اون جنتل تاتش اوف ذا سويلنج. يبقى دول الاثنين الهوتنس والتندرنس، دول اول حاجتين في سوبرفيشال بالبيشن. نخش على طول على الديب بالبيشن. بنقول في الديب بالبيشن ابدا بقى اعرف السايز الاكوريت سايز. انا عندي هنا السكيل، اقدر احط السكيل زي ما احنا شايفين كده، اقدر احط السكيل اقول تقريبا يعني السايز ده حوالي 14 سنتي، وبعدين نحط السكيل هنا حوالي 9 الى 10 سنتي، يبقى 14 في 10، وكمان الدبس حوالي 7 سنتي، يبقى اقدر اقول 14 في 10 في 7 سنتي. يبقى انا قدرت اعرف ها. طب انا ما عنديش السكيل، يبقى خلاص هنقول مثلا كده حوالي 10 سنتي، كده حوالي 12 13 او 15 سنتي، وبايدي كده اقدر اقول انها برضو حوالي 7 سنتي. يبقى لو ما عنديش السكيل دي اقدر اعرف السايز بتاع السويلنج. مهم قوي في البالبيشن انا اعرف او احدد السايز. الحاجه المهمه قوي السيرفس. انا بقى بحس بايدي السيرفس بتاع السويلنج اهو، السيرفس عندي سموث وفعلا في ابارنت لوبيوليشن، يعني ده لوحده لوبيول، هنا لوحده لوبيول، هنا لوحده لوبيول. يبقى نفس اللي انا شفته في الانسبكشن لقيته دلوقتي اللي هو السيرفس اقدر احدده. واحنا قلنا هل هو سموث ريجولار سيرفس ولا ايريجولار سيرفس، ولو هو ايريجولار هل هو ريجولار ايريجولاريتي، يعني في لوبيوليشن ولا ايريجولار ايريجولاريتي. ده مهم قوي علشان حالات الجويتر. فالسيرفس هنا دلوقتي بقول ان هو لا، سموث سيرفس ويز ابارنت لوبيوليشن، نفس اللي انا شفته في الانسبكشن. طيب الايدج بتاع السويلنج، الايدج بتاع السويلنج هل هي ويل ديفايند ايدج ولا ايل ديفايند ايدج؟ والثالثه بتاعتنا اللي اسمها سليبنج ايدج او سليبري ايدج، يعني احط ايدي هنا الاقي، شايفين لما نحط ايدي هنا بلاقي ان السويلنج بيسليب، يعني شايفين الازاحه، السويلنج بيتحرك تحت ايدي، هي كده بتوجع طبعا علشان ده مكان الايه العينه. فاحنا لو جينا من هنا نلاقي سليبنج ايدج ده كاركترستيك فور لايبوما، ان انا احط ايدي هنا الاقي السويلنج كله بينزاح الناحيه الثانيه اهو. فهي ويل ديفايند مش ايل ديفايند، وفي نفس الوقت سليبنج ايدج، يعني احط ايدي الاقي الايدج اتزحلقت الناحيه الثانيه، ده كاركترستيك فور لايبوما، ده اللي هو الايدج. نقطه مهمه قوي قوي في البالبيشن اللي هي الكونسيستنسي. كونسيستنسي بنقول هو سوليد ولا سيستيك. نعرف ان هو سوليد ولا سيستيك بنقول ايه؟ هل هو ييلدنج اون بريشر؟ شايفين يبقى ده بيحصل ييلدنج اون بريشر، يعني بنضغط تحت ايدي، ده يبقى مش سوليد. يبقى احنا بنقول سوليد ولا سيستيك. لو هو نوت ييلدنج اندر بريشر يبقى هو مش سوليد. طب لو هو مش سوليد يبقى هو سيستيك ولا سودوسيست؟ ايه بقى السودوسيست؟ الليبوما او الفات بيعمل حاجه، بيبقى ييلدنج اون اندر بريشر لكن مفيش فيه فلويد. طب افرق السودوسيست اللي هو بتيلد اون بريشر يبقى سيستيك ولا سودوسيستيك؟ افرق بينهم ازاي؟ بحاجه اسمها بايبولر فلكتويشن تيست، حاجه اسمها فلكتويشن تيست. كلمه فلكتويشن يعني في ايد بتعمل بريشر بالشكل ده وايد بتريسيف البريشر من الناحيه الثانيه. نشوف كده، انا دي الايد اللي هي ريسيفنج ودي الايد اللي هتعمل بريشر، انا عملت بريشر ترانسميتد لايدي دي، يبقى البريشر اون وان بول از ترانسميتد تو ذا اذر بول، يبقى كده بنسميه بوزيتيف بايبولر فلكتويشن تيست. لكن مهم قوي ان انا اعمله اون بوث دايركشنز، اون بوث دايركشنز. نلاحظ في الليبوما انا بضغط هنا، بضغط تحت، بيبقى ترانسميتد بالشكل ده،
لو جيت ضغطت هنا لا هنا نوت ترانسميتد يبقى دي على طول سودو فلكتويشن. نعملها تاني لما بضغط هنا ايدي دي مش بتحس الضغط ده، نلاحظ ايدي مش بتحس الضغط، انما في الفيرتيكال دايركشن شايفين ايدي بتطلع مع البريشر اهي بتطلع مع البريشر، انما في الهوريزونتال لا مش بتتحرك خالص، يبقى ده اسمه سودو فلكتويشن. دي لو سيست لا هيبقى ان بوث دايركشنز الايدين بيتحركوا، نلاحظ هنا ثابته خالص اهي ثابته، انما هنا بتتحرك ايدي بتتحرك مع البريشر، فده اسمه سودو فلكتويشن. انما ترو فلكتويشن ان اول دايركشنز هيحصل الترانسميشن بتاع الامبلس لان ده فلويد، انما الفات لا جاست ان وان دايركشن. ده اللي احنا بنسميه فلكتويشن تيست، فبيفرق لي ما بين ترو والسودو فلكتويشن لازم اعملها ان بوث دايركشنز. الحاجه الثانيه لو هي سيستيك كونسيستنسي ان انا ممكن استعمل الترانس اليومينيشن تيست. ترانس اليومينيشن تيست بجيب سترونج تورش من ناحيه دي وابص في دارك روم علشان اشوف الجلير او اشوف اليومينانت، بلاقي ان الفلويد طبعا بيبين لي ان في اليومينانت ترانسميشن للسترونج تورش ده، بس لازم تكون دارك روم، ومش كل السويلنج اللي هم السيستيك بيبقوا ترانس اليومينانت. يعني مثلا لو سيبيشيا سيست او درمويد سيست مش هتبقى ترانس اليومينانت، هتبقى ترانس اوبيك. ده تيست تاني غير الفلكتويشن. يبقى اجين بقول هي سوليد ولا سيستيك، ان هي ييلدينج ولا نوت ييلدينج، واضح ان هي ييلدينج. طيب لو هي ييلدينج هل هي سيست ولا سودو سيست؟ سودو سيست اللي هي الفات او الليبوما، سودو سيست من السيست ان انا بعمل الفلكتويشن، نلاحظ اهو الدايركشن ده صبعي ثابت خالص اهو، انما لما بعمل كده شايفين صبعي ده بيتحرك، يبقى ده على طول سودو فلكتويشن. يبقى ده سوفت سويلنج والسودو فلكتويشن، سوفت سويلنج والسودو فلكتويشن. وما احس بحس الايه اللي هو الكونتنت الفات بتاعه، هي لا هي فيرم ولا هي هارد، لا هي سوفت والسودو فلكتويشن والسودو فلكتويشن. طبعا احنا عارفين في السيست حاجه اسمها كروس فلكتويشن، لو زي السوس ابسس مثلا لها تو سيستيك كومبوننتس بينهم بارير، لو انا ضغطت على اللي تحت اللي فوق تزيد، ضغطت على اللي فوق اللي تحت تزيد، ده اسمه كروس فلكتويشن، نوع تاني من الفلكتويشن. يبقى مهم قوي الفلكتويشن والترانس اليومينيشن. ممكن اعمل اسبيريشن طبعا بالسيرنج او احط سوبرفيشال بروب للالترا ساوند يقول لي برضو ان دي سيستيك كونسيستنسي. يبقى انا دلوقتي اللي خرجت بيه ايه؟ السويلنج ان هو لو ابعاد لو ابارنت لوبيوليشن، الكونسيستنسي بتاعه ان هو ييلدينج او سوفت والسودو فلكتويشن، كل الحاجات دي بتقول ان دي لايبوما. هل السويلنج ده حكايه بقى الكومبريسيبيليتي اند ريديوسيبيليتي، هل ده كومبريسيبل يعني بيديسابير كومبليتلي لو انا عملت عليه بريشر؟ لا طبعا ده بيحصل مع الفاسكولار مالفورميشن، والريديوسيبل طبعا ده مع الهيرنيا مش معانا، ففي حاجه اسمها كومبريسيبيليتي والريديوسيبيليتي. بعد ما خلصنا الكونسيستنسي ان احنا قلنا سوفت والسودو فلكتويشن، بعد ما خلصنا الكونسيستنسي مهمه قوي قوي الفيكستي. السكين اوفر، كان اي بينش ذا سكين اوفر؟ يس اي كان بينش ذا سكين اوفر، اي كان بينش ذا سكين اوفر اهو، يبقى دي على طول سب كوتينيوس سويلنج، ات از نوت كوتينيوس. هو في شويه ريدنس ده نتيجه البايوبسي، يعني في شويه انفلاميشن حصل نتيجه البايوبسي نيدل، لكن اي كان بينش ذا سكين. If I can pinch the skin على طول دي اسمها subcutaneous. If I cannot pinch the skin غالبا يا إما cutaneous يا إما fixed في السكين. بعد كده طبعا بعمل contraction للmuscles، دي هنشوفها في البريست أكتر، إزاي أنا أعمل contraction للmuscles surroundings وحرك السويلنج، أحرك السويلنج أهو. نلاحظ ده fixed over the underlines مش السكين. هل هو fixed to the underlines؟ لا أنا بحرك السويلنج بإيده هو، it is sliding over the underlying muscles. وممكن نحط إيدينا على الركبة ونضغط، واضح إن السويلنج السويلنج still mobile، يبقى هو sliding over the underlying muscles، بنسميها muscle attachment. وطبعا هو لو fixed في البون هيبقى always fixed، يعني من الأول fixed. نلاحظ إن هو أهو بنقول it is mobile over the underlines. فاضل لنا إن إحنا عشان نبقى خلصنا الاكزامينيشن، هل في سبيشال بيركشن؟ مفيش سبيشال بيركشن. هل في سبيشال اوسكالتيشن عشان لو في اللي هو البروي، لو في فاسكولار كومبوننت ممكن احط الاستيثوسكوب اسمع ماشينري ميرمر، ده في البيركشن والاوسكالتيشن. الاكزامينيشن از نوت كومبليتد اكسبت افتر examination of all draining cervical lymph nodes. نفترض ان دي liposarcoma، ادور على ال draining lymph nodes، يبقى انا ال swelling عندي ال examination of the swelling not finished except if you examine the lymph node and the distal effect.
هل مثلا هنا عامل بريشر على الارم، هل في ارم اديمه، هل في سكيميا اوف ذا ارم، هل في ريست دروب فور اكزامبل. يبقى انا بدور على السويلنج نمره واحد، نمره اثنين دريننج لينفينوز، نمره ثلاثة ديستال افكت. يبقى السويلنج اتكلمنا عليه بالانسبكشن والبالبيشن والكلام ده كله، بعد كده الاكزامينيشن اوف ذا دريننج لينفينوز، هنا مفيش دريننج لينفينوز انلارجمنت. بعد كده الديستال افكت بشوف الارم فور اديما او سكيميك مانيفستيشنز او ريست دروب، يبقى كده عندي الثلاثي او الترياد اوف ذا ماس اوف دريننج ليمف نودز اوف ديستال افكت. يبقى انا كده عملت كومبليت اكزامينيشن لكيس اوف ذا لام. ايه البروفيشنال دايجنوزس بتاعي بعد الاكزامينيشن؟ طبعا دي لا هي فيرم ولا هي هارد، ات از سوفت سويلنج ويز ابارنت لوبيوليشن ويز سودو فلكتويشن موست بروبابلي لايبوما، السكين اوفر از نوت اتاتشد، ات از سلايدنج اوفر ذا underlines. ففي الغالب البرايمري دايجنوزيس بتاعي ان هي سبكوتينيوس لايبوما. فور فيرذر انفستيجيشنز هعمل الترا ساوند علشان نشوف الفات كونتنت اللي فيها، او ام ار اي علشان نشوف هل لها ماسكولار اتاتشمنت ولا لا. ممكن اخد نيدل بايوبسي علشان اطمن ان هي ماتيور فات ما هيش لايبوساركوما زي ما حصل، باخد منها تروكات نيدل بايوبسي او كور نيدل بايوبسي. وبعد كده السيرجيكال اكسيجن علشان لها كوزموتيك ديسفيجرمنت او بريشر افكت. يبقى انا هنا الانديكيشن اوف سيرجري علشان فور كوزموتيك ريزونز، وعلشان الديسكمفورت. طبعا البيشنت ما بيجي ينام بيحس بايه؟ ديسكمفورت، برغم انها ايه؟ بناين.